أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بالوجوه الموالية لمحمد ولآل محمد في لقاء متجدد على محبة الرسول صلى الله عليه وآله في شهر العتق من نار جهنم. ولا زلنا أيها الأحبة في توضيح المسائل الشرعية، ومن تلك المسائل خطأ شائع في نية إخراج زكاة الفطرة. لعل الكثير من أخوتنا الآن يتعجب، يقول معقولة أنا لسنين طويلة كنت على خطأ؟ نعم، أنت أيها الحبيب، يا أخي، يا أختي، يا أبي، يا أمي، يا أعزاء رسول الله، يا أحباء رسول الله، نعم، كانت إنه خطأ شائع في النية. أكو خطأ في النية وما منبهين عليه وما منتبهين لقسم بعض الأخوة. الرجاء خطأ في النية.